خلال الأشهر الاثني عشر المنصرمة ساد الخلاف والتصارع على السلطة على حساب الحس العام بالواجب، ونتج عن ذلك جمود سياسي، وعرف العراق ساعات خطيرة بل وحساسة. عام على الانتخابات الأخيرة، والانسداد السياسي يخيم على العراق في أطول فترة انسداد تشهدها البلاد. وما بين رفض لنتائجها والطعن فيها، تتصارع أحزاب العملية السياسية بين من يريدها أن تتشكل على أساس حكومة أغلبية، وآخر يريدها أن تبقى توافقية، والهدف واحد: إحكام القبضة على البلاد وسرقة مقدراتها. انتخابات تولد أزمة ولا تفرز حكومة جديدة ولا تغير في موازين المعادلة السياسية وفقا لنتائجها، وأحزاب الخراب تريد العودة إلى التوافقات بين الزعامات السياسية على من يكون رئيسا للوزراء وعلى ضمان حصصها من موارد الدولة. أزمات لا تنتهي وشواهدها كثيرة، بدءا من تظاهرات الإطار التنسيقي عقب خسارتهم الفادحة في الانتخابات التي أعلنوا تحفظهم على نتائجها بسبب ما شابها من خروقات تزامنا مع مطالبتهم بإعادتها وفقا لمصالح وأهواء أسيادهم في إيران، مرورا بانسحاب التيار الصدري من البرلمان على الرغم من حصوله على أكبر عدد مقاعد بين الكتل المشاركة، ثم اقتحام أنصاره للبرلمان للمطالبة بحله قبل أن يتطور الموقف إلى مواجهات مسلحة مع ميليشيات الإطار التنسيقي أوقفت البلاد على شفير الفوضى، بعد أن امتدت شرارتها إلى أكثر من محافظة لا سيما البصرة الغنية بالموارد. إذن هو سباق سياسي محموم على السلطة، على وقع أزيز الرصاص وانفجارات الصواريخ ينذر بإغراق البلد بحمام دم من أجل الكراسي. وفي خضم ذلك لا يعول العراقيون على انتخابات قاطعتها أغلبيتهم بنسبة تتجاوز 80%، ولا على ما تفرزه من نتائج، طالما أن الأحزاب تحتكم للغة السلاح والتوافقات السياسية خلال مفاوضات تشكيل الحكومات. ولعل إصرار العراقيين على إحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين خير مثال على الغليان الذي قد ينفجر على شكل ثورة شعبية تطيح بنظام المحاصصة ودستوره وجميع مخرجاته.